بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين مرحبا بكم مرة اخرى في هذه الحصة دائما في اطار التكوينات المجانية المتعلقة بالجوجبرا اقترح عليكم هذه الحصة معالجة هذا النشاط المتعلق بالدوال كما تلاحظون هنا لدينا دالة اف على المجال المفتوح زائد ما لا نهاية وسنقوم بادراج تعبيرها انطلاقا من شريط الكتابة الخاص بالجوجبرا سنذهب الى هذا الشريط ونكتب الامر التالي اذا كان اكس اكبر قطعا من صفر دونك سي إكس ستريكتومون بوزيتيف الوغ لدينا إكس أوس اثنان زائد اثنان إكس زائد أربعة مقسومة على إكس دونك هنا سنكتب البسط بين قوسين بطبيعة الحال دونك إكس أوس اثنان زائد اثنان إكس زائد أربعة هذا هو البسط مقسومة على إكس وبعد ذلك سنضغط على الزر على لوحة المفاتيح الخاص بالإدخال ونحصل على هذا المنحنى كما تلاحظون في هذه الشاشة ليكن سي اف دونك هذا هو خاص بهذه الدالة المنحنى الممثل لها في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس دونك هنا سنحتاج إلى إدراج هذه العناصر سنحتاج إلى إدراج مركز المعلم أو أصل المعلم دونك سنسميه النقطة أو دونك دائما إلى شريط الكتابة أو تساوي صفر صفر دونك لاحظوا هنا عندما أضغط على شريط في شريط الكتابة وأقوم بإدخال أو تساوي صفر صفر أحصل على هذه النقطة أو ذات الإحداثيات صفر صفر المتجهة إي e. بطبيعة الحال المتجهة إي e. سنحصل عليها بسهولة سأكتب هنا أولا النقطة إي e تساوي لو بوان أن زيرو إحداثياته واحد صفر وكذلك النقطة جي إحداثياتها عفوا صفر واحد هكذا سأقوم باستعمال المنتصف لو ميليو ميليو ثم اضغط على او وعلى اي كذلك ساحصل على نقطتين سي وكذلك ساضغط على او وعلى جي ساحصل على نقطتين دي دونك هاتان النقطتان النقطة سي والنقطة دي ساستعملهما لاجل كتابة المتجهة اي e والمتجهة جي هنا ساذهب الى تكست واضغط اولا على النقطة سي وتظهر لي هذه النافذة سأكتب الأمر التالي vec بين معقفتين وبين لمتين عفوا سأكتب إي ثم أضغط على انتخي. اوكي بعد ذلك سأذهب إلى النقطة دي أضغط عليها وأكتب نفس الشيء أكتب vec بين لمتين ثم أكتب جي يمكننا انشاء الزاويه اي او جي حتى نبين بان المعلم بطبيعه الحال متعامد هكذا وسنقوم باخفاء النقطه سي دونك هنا سنذهب الى الجبر ساضغط على النقطه سي واضغط على النقطه دي حتى اقوم باخفائهما ساضغط بالزر الايمن للفاره على الزاويه الفا واقوم باخفاء قياسها الفا تساوي 90 درجه بطبيعه الحال ساترك فقط الرمز الزاويه يمكنني كذلك اخفاء النقطه اي e والنقطه جي ولكن قبل ذلك ساقوم بانشاء المتجهتين ساذهب الى فيكتور واربط بين او و e ثم اربط بين او و G. الان ساقوم باخفاء النقطتين اي e و G كما تلاحظون يمكنني اخفاء كما قلت النقطة او لدينا هنا الاساس او اي جي بطبيعة الحال كذلك يمكننا التحكم في الرمز الخاص بالزاوية القائمة الخاص بالتعامل بطبيعة الحال سنقوم بتصغيره قليلا سنذهب الى ستيل سنقوم ب بعض التغييرات لا طيب هنا أه نعود الى كولور اوباسيتي ثم نقوم بجعلها 100% هكذا دونك الان آه نحن نشتغل في الاساس بطبيعه الحال او اي كما هو وضح في الشكل المقابل دونك الشكل المقابل الذي نحصل عليه هو هذا خاص بالجيوجيبرا دونك ليس لدي شكل مصاحب لهذا النشاط ليكون المستقيم دلتا ديال المعادلة إكغيك يتجاه x إكس بليس دو دونك سنذهب إلى شريط الكتابة ونضغط على عليه بطبيعة الحال حتى نقوم بإدراج هذه المعادلة ونكتب إكغيك تساوي إكس زائد اثنين. ثم نضغط على زر الإدخال الخاص بلوحة المفاتيح كما تلاحظون بعد ذلك لدينا النقطة M تنتمي إلى المنحنى الخاص بالدالة F عفوا <applause> ولدينا نقطة P إحداثياتها XY تنتمي إلى المستقيم دلتا دونك هذه الاسئله يمكننا الاجابه عنها بطبيعه الحال بطريقه مبسطه بين انه من اجل كل عدد حقيقي اكس من المجال الصفر زائد ما لا نهايه مجال مفتوح فان اف اكس يساوي اكس زائد 2 زائد 4 على اكس دونك بكل بساطه يمكننا الاجابه عن هذا السؤال يمكننا كذلك حساب المسافه ام بي انطلاقا من احداثيات النقطه ام والنقطه بي يمكننا حساب المسافه وكذلك الحصول على نهايتها عندما يقول اكس الى زائد ما نهايه يمكننا استنتاج نهاية هذا التعبير f اف دو اكس في نفس المعلم أرسم دلتا دونك هنا قمنا برسم المستقيم دلتا وسنقوم بالحصول على بعض الملاحظات دونك أولا سنقوم بإدراج هذه النقطة النقطة M التي تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة هنا سنذهب إلى كيرسور سأحتاج إلى إدراج زالقة دونك هنا سنضغط على كورسور ثم نضغط نضغط عفوا على شاشه الجوجبرا دونك هذا الكورسور يمكن هذه الزاليقه يمكن تسميتها او قيمتها الدنويه ساقوم ب استعمال مثلا هنا صفر فاصلة عفوا دونك هنا قيمة مصغرة قيمة دنوية. دونك صفر فاصلة صفر, صفر 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 إلى آخره بالنسبة للقيمة القصوية سأكتب صفر فاصلة تسعة 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 يمكنني أن أترك هذه الخانة فارغة أو يمكننا كتابة الأمر التالي صفر فاصلة صفر صفر, 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 صفر مثلا ثم نضغط على أوكي هكذا سنكون قد حصلنا على زالقة قيمتها الدنوية تقترب من صفر وقيمتها القصوية تقترب من واحد بطبيعة الحال سنحتاج الآن إلى إدراج نقطة تنتمي إلى محور الأفاصيل سأذهب هنا وأكتب سي تساوي لدينا نقطة سي لدينا نقطة دي سأكتب او e تساوي دونك هذه النقطة ستكون إحداثيتها على الشكل التالي دونك سأكتب طونجونت تانجونت ا فوا بي سيغ دو فاصيلا صفر تانجونت عفوا يمكنني هنا اغلاق القوس هنا و نسحب القوس دونك هنا لاحظوا حصلت على النقطة النقطة الان ساقوم بانشاء المستقيم المر من او والعمودي على محور الافاصيل هنا ساقوم بالذهاب بي الى بيربونديكولور ضغطت على النقطه او ثم الضغط على محور الافاصيل احصل هنا على كما تلاحظون المستقيم يمر من هذه النقطه النقطه او وعمودي على محور الافاصيل هذا المستقيم يقطع التمثيل مبيني الدالة اف ويقطع كذلك المستقيم بالمعادله Y X 2 دونك الى انترسكسيون لاحصل على النقطه الاولى تقاطع المستقيم العمودي المار من على محور الافاصيل والمستقيم ذو المعادله ايغريغ x اكس 2 المستقيم دلتا وكذلك ساضغط هنا لاحصل على نقطه التقاطع بين المستقيم والداله او التمثيل المبياني للداله اف دونك هنا قام بتسمية هذه النقطة F وهذه النقطة جي دونك أنا سأقوم بتغييرها دونك هنا سأضغط بالزر M للفأرة ثم أضغط على نومي سأسمي هذه النقطة M إيه كما طلب هذا النشاط بطبيعة الحال وساضغط مره اخرى على النقطه اف الزر الايمن الفقراء واكتب ب يمكنني اخفاء هذا المستقيم بطبيعة الحال وهنا الذهاب إلى الجابر والضغط على أش ويمكنني إنشاء القطعة الرابطة بين النقطتين M و P كما تلاحظ يمكنني إخفاء النقطة E دونك لا حاجة لي بهذه النقطة مثلا يمكنني إخفاؤها وكذلك يمكنني إخفاء هذه الصورة عفوا افيشي لوبجي يمكنني تحريك الزالقة كما تلاحظون يمكنني إظهار المسافة بي هنا الذهاب إلى لا ديستونس و الطول ديال هذه القطعة دونك اضغطوا على هذه القطعة فأحصل على طولها دونك هنا مثلا تلاحظون بانه يساوي 3.88 دونك يمكنني تغيير عبر هذه الزالقه لاحظوا عندما اكس يؤول الى صفر عندما اكس يؤول الى صفر من جهه اليمين كما تلاحظون فانني احصل على قيمه هنا يمكننا جعل هذه القيمه هنا اي تساوي 7.28 دونك المسافه ام بي هنا يمكننا